بترحب بالساده المشاهدين في كل مكان. اهلا بكم ومرحبا في برنامجكم الشيف. النهارده عندي دجاج بزبده السوداني، وهنديها برضو جارنش من فوق سوداني. يبقى عندي صدور دجاج، فول سوداني، زبده فول السوداني، جزر وبصل وفلفل الوان وتوم، مرق، صويا صوص، زنجبيل مبشور، زيت دورة كريستال، ملح وفلفل. طيب تعالوا بقى نشتغل. انا بحمص كده السوداني بتاعي اهو، اللي هحطه على الوش اذا جرنش اهو، لازم اتحمص. ونبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونجيب ثلاث حاجات: توم، زنجبيل او جنزبيل، وبصل. وايه؟ وبصل. صلي على حبيب النبي، صلي على حبيب النبي كده اهو. هنجرشهم مش قوي، يعني مش هنفرمهم قوي عشان خاطر تبقى ملموحة شوية اهي. حلو قوي كده، التكسيرة دي جميلة جدا وعجباني. ادي زيت ذرة كريستال الهيرو بتاعنا، ونبدأ ننزل كده ادي. طيب هعمل ايه بقى يا سيدي؟ اهو الفول بتاعي السوداني اهو، صلي على الحبيب مكانها اهو. ده مكعب المرق بتاعي، طيب كده الريحة طالعة. الجنزبيل مع الثوم مع البصل عامل شغل حلو قوي، عامل شغل حلو قوي. نجيب بقى هنا التشيكن او الفراخ بتاعتي، عايز اقطعها فينجر ازاي كده اهو، اصابع اهي طويلة كده اهو. حبيبي يا سيدنا محمد كده، يا ست محمد سلام عليكم. وعليكم السلام بك يا شيخ. ازي حضرتك يا حاجه؟ كل سنه وانت طيب. بعود الايام يا ست الحاجه. سامع حضرتك يا فندم. ماشي يا شيخ، كنت عايز اعرف طريقه الكفته في الفرن. كفته في الفرن؟ حاضر يا فندم، على عيني يا فندم، اشكرك على اتصالك. اشكرك يا فندم. كده دي الفراخ بتاعتي، قطع كبيره اهي. السوداني شغال اهو كده، ابدا اصفيه عشان ما يتحرقش مني. ده هرشه على الوش طيب. هعمل ايه بقى تاني؟ الفيجيتابل دايما بحبه كريسبي في الاكل، اقطعها قطع كده اهو. اهو اقلب
نخش بقى بالفلفل الالوان كده. عايز القطعة بتاعتي كلها موحدة. كده ادي الفلفل بتاعي. الفلفل اخر حاجه بحطه عشان يبقى كريسبي معايا. بعمل ايه بقى كده؟ انا حطيت شوربه والعمليه عندي زي الفل اهي. طيب شوية مية. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب دي نربطها بإيه بقى يا سيدي؟ كده عايزها تغلي. عندي الصويا صوص. في عندي نوعين صويا صوص في السوق، في نوع غامق وفي نوع فاتح. أركز على الفاتح دايما، بيبقى أفضل لي وأحسن لي وأطعم لي. أحسن لي وأطعم لي. بعمل كده واروح جاي بقى هنا بالزبده فول السوداني، اروح نازل بيها كده اهي، وواحده واحده عشان تسيح معايا اهي. دي بعمل بيها عمليه ربط بدل ما احط تعفير الدقيق. لا هي دي الاساس عندي، دي الاساس عندي اهي كده. ادي الباقي زمان كنا في الفلاحين بناكل حاجه اسمها كزبه، مش كزبه بتاع البهايم، لا يا جماعه، في كان في الاسواق كزبه بوريه كده، وكان من برضه عجوه بوريه تتقطع كده زي الخرطه بالخرطته كده، تبقى جميله جدا كنا بناكلها. دي طبعا الكزبه دي كانت تبقى عصير السمسم اللي بيطلع من السرجه، اتحرمنا منها دلوقتي، حتى كمان كنا زمان بنحطها في المش. الكزبه دي كان لها عامل اساسي قوي زي المرته كده، بس الكزبه بتاعت ايه؟ السمسم. بس معرفش انقرضت ولا الناس بطلوا يعني يصنعوها، مش عارف، ولا هي في الريف بس، مش عارف برضو. عايزين نسال في الموضوع ده عم ابراهيم، يعني حد يخش لها على النت كده يعرف الكزبه دي بتتباع فين وبتيجي منين، مش كده يا ست رضوى ولا ايه؟ نعم انت لسه جاي من مصر طبعا، محدش عارف يتكلم معاكي. ها؟ كانت في هولندا؟ ما شاء الله، كل اللي كان في اسبانيا اللي كان في هولندا، واحنا اخرنا الماريوتية. يلا احنا راضيين. حلوة الماريوتية مالها؟ وحشة؟ ها؟ فيها كافيه. فيها شوية كافيهات كده، الواحد ياخد بقى كده يقعد كده آخر نهار على الترعة ودلدل رجليه. كده هنا شوية ملح، ومش عايزين نتكلم في السياسة اهم. طب بالذمة عم ابراهيم مش حلوة؟ جنبها شوية رز ابيض، شوية نودلز، تشاينيز نودلز. الاكلة دي اسيوية يا جماعة، اسيوية من شرق اسيا، ودايما بيحبوها هناك بالمنظر الجميل ده. طيب صلى على حضرة النبي. نخلي دي هنا، نشيل بقى كل دول. الله 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 لا اله الا الله. انا مش عايزها جوسي قوي، هي كده حلوه قوي قوي قوي، وحلوه صلاه النبي. الله 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 الله.
نعم يا فندم. اخد بس حب سوداني كده. كده هستاذن حضراتكم واخد فاصل وارجع لكم تاني. اضرب المحطة، اضرب في حد. رجعنا بعد الفاصل معايا مخرج ما بتسبوت يعني ما بتفوتوش اي حاجه. في الفاصل قال لي دعاء انت بتزنقني ليه؟ قلت له انا زنقتك فين؟ قال لي انت بتفرض عليا حاجه جايز تكون مش موجوده عندي. قلت له زي ايه؟ قال لي فلوس سوداني، زبده فلوس سوداني، مش كل حته فيها زبده فلوس سوداني. ولقيته زعلان قوي ومتغير ومتحير كانه هو اللي عاملها في البيت. وقعد مع فين بقى؟ بعد شبلانجه ب 50 كيلو. يا عم زبده السوداني موجوده في كل سوبر. قال لا بس احيانا مش موجوده في الاقاليم. قلت له انت عندك حق في دي، انت عندك حق. عندي حبه فول سوداني اهم فايدين مني. لما انا عايز اعمل زبده فول سوداني هروح جاي الخلاط بتاعي واروح جايب كده، ادي زبده فول سوداني اهو عشان بس هو ما زعلش مني ويعمل لي حدوته ويتضايق. وادي معلقه دقيق اهي، وادي حبه زيت عباد الشمس او زيت دورة كريستال. ماشي. وانا بقى اخترع واطعمها بمكعب مرق عشان بس انا اريحك يا عم ابراهيم وبتبقى زعلان مني كده. ويلا بينا نعمل زبدة فول السوداني اهو. ليه بس ما جيتليش في الفاصل ليه؟ شفت يا باشا؟ دي زبدة فول السوداني. يا عم محمد سلام عليكم. الو عم محمد، انت بتشربيني معايا؟ انا معاك يا فندم. ايوه شيف شربيني، لقيت لك معنى كلمه، لقيت لك معنى كلمه كسبه. كلمه ايه؟ كسبه. قصه الكسبه اللي انت بتقول عليها. كفته ليه؟ اه يا ريت والله. الله ينور عليك. انا هستنى اهو. قول لي. هي اكله دمياطيه، اكله دمياطيه من الطحينه الحمراء. انا كنت مجيبها عجينه كده بيست كده. الطحينه الحمراء تحط عليها معلقه صغيره ملح. وطي بس التلفزيون عشان اسمعك. وطي التلفزيون شويه. عمي وطي التلفزيون عشان اسمعك. حاضر. اسلم لي يا عمي. ايوه سامعك يا دكتور. الطحينه الحمراء عندي انا جايبها من المنصوره. هي مكتوبه كده على النت ان هي اكله دمياطيه. مقدار من الطحينه الحمراء نحط عليها معلقه ملح صغيره ونحط عليها شويه ميه سخنه. اذا كانت خفيفه نزود اللي هي الطحينه شويه، اذا كانت تخينه نحط عليها معلقه زيت. لا هو الامر اختلط كده معانا. ليه بقى؟ الكسبه اللي انا بقول عليها اللي احنا في الفلاحين كلناها كنا بناكلها زمان دي في الاسواق البلدي اللي انت عارفها بتاع سوق الخميس وسوق الاربع وسوق الثلاث والكلام ده. فكنا بنعدي نلاقي واحد بيبيع عجوه بيسس حبيبات كده وعجوه مطحونه زي العجميه كده اللي بتتقطع كده بالسكينه وجنبيه الكسبه. الثلاث حاجات دول كانوا بنقول على العربيه، العربيات الكارو دي. الكلام ده طبعا من زمان جدا يعني من مثلا من 20 30 سنه بس انقرضت. معرفش بقى هل في الاسواق في الريف القصه دي لسه ماشيه ولا انقرضت برضه. ما كل حاجه اتقرضت في الريف ده. النهارده الريف البلدي ما عادش في الريف، كله بيشتري من العيش الخاص او العيش الطابونه. عامة بشكرك على المعلومه الجميله وكده يا عم الحاج. عملت لك انا زبده
فول السوداني عشان ما تزعلش مني يا عم ابراهيم. صح كده يا باشا؟ ادي زبده فول السوداني، هنحطها في التلاجة هتجمد، هتبقى زي اللي انا عملتها. نعم يا فندم. حاضر يا فندم، تحت امر سعادتك. اهو فين أو. انت فين؟ ده؟ خد يا ابني خش. انا وقفت اهو. تمام كده؟ ليك عندي حاجة تانية يا عم ابراهيم؟ اللي انت عايزه انا خدامك يا باشا. انت كنت عايز فكت 50,000 دولار؟ كنت عايز فكت 50,000 دولار؟ كذاب. تعالوا بقى نخش في الجد. عندي كفتة صبيط، ممكن اديها جمبري، ممكن اديها سمك، انا حر في اللي انا عايزه، ماليش حد، مفيش حد ليه حاجة عندي في المطبخ. مطبخي وانا حرة فيه، احمره او اشويه. طيب هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. عندي صبيط، عندي جمبري صغير، عندي سمك، توم، كمون، بقسماط، بيض، ودقيق، لبن، ملح، فلفل، زيت، عصير ليمون، بهارات، زعتر، شبت، توم باودر، بصل باودر، فول الصويا. بدل ما احط دقيق، بدل ما احط بقسماط يعجن معايا، احط حبه فول صويا، ببلهم في ميه وبحطهم بتربط، ما بدينش اي طعم خالص غير طعم السمك. يعني فول الصويا لما انا بعمله ملوش اي طعم، بتحطيه مع السمك يبقى طعم السمك، تحطيه مع الفراخ طعم فراخ، مع اللحمه طعم اللحمه. اصبح النهارده فول الصويا ما اثرش عندي باي شيء، بس اللي بيغلب عندي ايه؟ التوابل الجميله. التوابل بتاعتي الجميله هي اهم شيء عندي. تعالوا بقى نشوف مع بعض حضراتكم هنعمل ايه. نصلي على النبي طبعا الاول. ادي بصلايه وفصين توم، دول الاول بفرمهم فرمه كويسه اهم. بسم الله الرحمن الرحيم. طب الله يسامحك. ماشي يا باشا. هو ابراهيم موثق عليا؟ ماشي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كده هنا ادي الصبيط كده اهو. كله هنا اهو كده اهو كده 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 اهو. ادي الثوم البودر، بصل بودر، بهارات، كمون، حبة فول صويا اهم، مش كتير اهو. ادي شوية الشبت اللي اتفقنا عليهم. ست ام احمد سلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حاجه؟ كل سنه وحضرتك طيب. بعود الايام يا ست الحاجه. الله يخليك. انا ام محمود اللي اتكلم على قوله الصلاه على النبي، اللهم صل عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه سيدنا محمد. الله يخليك. صبحي لي على العريس. صباح الفل عليك، كل سنه وانت طيب. بعود الايام يا ستي. يوعدك بزياره الحبيب النبي. يا رب جميعا. اللهم امين. بقول لك يا سيدي، الكسبه موجوده عندنا بالبيس في الشرقيه. اما هم من انا من حداكو السرجه. ما انا عارفه يا حبيب قلبي، احنا شراجوه زي بعضين. ايوه. يعني بتتباع في البيس حضرتك؟ ها؟ بتتباع في البيس. انا من ابو حماد. انا من ابو حماد. بس السرجه دي في البيس
بنروح نجيب الزيت السرج وبنجيب الطحينه البيضه والحمراء والحلاوه الطحنيه بالسرجه، بنجيب الكسبه بنحطها مع المش. اهو ده اللي انا بدور عليه يا حاجه، موجوده في كل سرجه وموجوده في الزقازيق وموجوده في المحلات اللي بتجيب منها الزيت السرج والطحينه والحاجات دي. لكن في مصر مش عندنا والله. اه في مصر مش عندنا. لغايه عندك. ها؟ جيبها لك لغايه عندك. الله يصلح حالنا وحالك يا حاج، ربنا يبارك في سعادتك. يعني شفتوا يا جماعه انا بتكلم الصح اهو، لحد يقول انت بتكذب. طلعت الكفته حدنا فعلا. الا الكذبه. الريحة طالعة، اللهم صل على النبي. حبة الشبت عاملين شغل حلو، الشبت عامل شغل حلو قوي. يا حاجة سعاد سلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا شيف شربين؟ صباح الهنا يا ست الحاجة. الله يخليك. انا كنت عاوز اقول لك على الكشبة، تلاقيها في السرجة. في السرجة يعني لو رحت اي سرجة هنا؟ اه، مطرح ما بيطحنوا السمسم وياخدوا منه الزيت السيرج. البواقي بتاعت السمسم اسمها الكسبة. طيب انا هبعت بقى حد الحاج جمال او الحاج فتاح العطار، هو اللي يجيب لي الموضوع دوت من قراره. هم دول الخبراء في المنطقة الحلوة اللي في الحسين وفي الكحكيين وتحت الرابع والحتت، الحتة الحلوة البلد بتاعتنا دي هنلاقي فيها الحاجات دي. هم بقى مسؤولين عن الموضوع، لازم يجيبوها لي. هم سامعيني دلوقتي اكيد، النهارده اجازه وسامعيني، ماليش دعوه. عايز كسبه يا عم عبد الفتاح، يا عم جمال انتوا حرين، ما جبتوش كسبه انتوا حرين. وقالت لكم في السرجه، انا ما اعرفش السرجه دي فين، بس ومش هدفع فلوسها كمان، خلي بالك عشان تكون عارف. بفكر ان هدفع فلوسها ولا حاجه. ايوه المخرج بيقول انت هتشحت على الصبح. ماشي. هو الحاج صلاح السباع برضه ما هو من الحسين وعارف القصه دي بتيجي منين. كده الله الله الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كده حلو قوي، زي الفل زي الفل. كده دي نعمل شويه منها مقليه ونعمل منها شويه صينيه، يعني نعمل منها اللي احنا عايزينه. نعم اخويا برضو. طب تشبعش؟ طيب استاذن حضراتكم واخد فاصل وارجع لكم تاني. غير محطه ولا تروح في اي حته. رجعنا حضراتكم بعد الفاصل ونشوف هنعمل ايه في الكفته. كده اهو ناخد النص كده اهو. اخد مقاسي كده. يا لهوي المقص حامل الدرجه دي؟ يا ساتر ده حامي قوي المقص. ماشي كده. واعمل ايه بقى يا سيدي؟ اروح اقول بسم الله الرحمن الرحيم.
بظبط ايدي بالضغطه بتاعتي. اروح اعمل كده اهو، كده اهو زي ما بعمل الكروكيت بتوتس. اقسط زي ما انا عايز، اقسط زي ما انا عايز كده اهو. كده 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 اهو. يا عم محمود، عم محمود يا استاذ عم محمود، حاولت كلمة تانية يا فن. اخلص من الباقي عشان شكلهم مش كتير. خلي ايدك حنينه وانت شغاله عشان ما ايه ما تتكسرش من حضرتك. يلا كده بقى بنبرنقها. هشيل لك كل اللي انت عايزه والله العظيم، اوعى تزعل نفسك. مش ابراهيم يجي يغيرك من ناحيتي، هو قدر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طيب كده نشيل بقى كده، نخش هنا وناخد اخر شطة شاي. كده بغرقها في الدقيق واروح جاي كده اهو، بغرقها في الدي وبعدين غرقها في البيض وبعدين غرقها في البقسماط. عايزين تحطها في الفرن وحطها في الفرن، عايزين تقولوها من غير لبراي او من غير بقسماط زي ما انتوا عايزين، كل حاجه انتوا حرين فيها.
هو انا بشتغل كده بالراحة واحدة واحدة عشان خاطر دي لازم تريح في التلاجة شوية، ولكن انا باخدها كده على بعضيها كده قلبة وقومة زي ما بيقولوا عشان ايه تريح في الطبق عندي كده شوية. هستأذنكم واخد فاصل وارجع لكم تاني. اضغط المحطة واضرب في حد. رجعنا بعد الفاصل. طبعا المخرج قال لي ممكن تعملها حبه شيبس مانوال كده عشان بدل ما تطلع شكل الطبق ارديحي كده. جبت بصل بطاطسيتين كده وبقطعهم شيبسي على ايدي كده اهو عشان خاطر ايه نراضي المخرج بتاعنا وما يزعلش مننا. دي كده الشيبسي بتاعنا عايزها رقيقه وتقطيعه واحده عشان ايه بالراحة على ايدك عشان ما تشتغليش بسرعة زي اهو. بيقول لي انت خايف على ايدك ولابس جوانتي؟ قلت له اه بس ممكن اعملها من غير جوانتي لو انت بتتلكك يعني. اهو ماشي ايه ماشي ولا زعل نفسك. نقلي بقى نقلي بقى يا باشا. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ويلا كده اهو. لازم الزيت بتاعي يبقى سخن اهو. ايديا بتبقى حنين على الكفت عشان ما تفكش مني. اخدهم على مرتين اهو. يلا صلي على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كفت ريحتها طلعت. نعمل بطاطس دي كمان. نعم يا فندم. ليه يا فندم؟ مقشرة لسه هضع المقشرة. يلا خليها مانوال كده. لا ميه بس مش ميه بملح، لكن ممكن تحطها ميه ملح بس هتلزق منك في الزيت. ايوه ها ما بتبقاش مقرمشه بال هي بتبقى مقرمشه بس بخاف تعجن منك. ممكن. لا احنا بقى كده نتعلم منك بقى ونعمل ايه. نشوف عم ابراهيم ده انت بقيت شيف كبير قد الدنيا يا عم ومغطى علينا. ده انت كمان يعني مصاحبنا كده يعني. ده انت ليك الشرف بقى او لينا الشرف ان احنا صاحبين حضرتك يعني. ماشي يا رضوى مش قاعده جنبه. ما تكتبي يا شيخ اكتبي بقى. وحرام عليك اللي بتعملي فيا بقى. طيب ده المخرج بقى بيطبخ احسن مني. يا حزني وانت على ما تنيها ثلاث تانيات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نصفي بقى البطاطس.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله نعم فندم. عندنا يا جماعة الرمان دلوقتي ما شاء الله رخيص وكتير في السوق، ومن ضمن الحاجات الحلوة اللي احنا لازم نستغلها في موسمنا في الرمان نعمله في كل حاجة، حتى في السلطة في الطبيخ، كل حاجة وليها حاجة، مفيش حاجة عندي ملهاش حاجة. طيب النهاردة اخترعنا اختراع جديد، مش اختراع ولا حاجة، هي أكلة جميلة جدا بالرمان، وعايزين نشوف سلطة الرمان ازاي مع يا ست. هلا سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين معايا؟ أنا يا فندم اسم الشربيني طباخ. أنا هالة من ضمرو كفر الشيخ. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك، كل سنة وأنت طيب. وأنت طيبة يا هالة، أمور يا حبيبتي. بصراحة أنت طبخك جميل أوي، أنا معجبة بطبيخك، يعني نفسي أشكرك من زمان بس مش عارف. لا يا فندم أنا تحت أمر سعادتك، كل سنة وحضرتك طيبة. وأنت طيب. وأمورين يا فندم. انا كنت عايز اعرف بس يعني حضرتك بتعمل ايه دلوقتي، يعني حاجه حلوه يعني لسه بتنظر وعياله ابني معجب بطبخك قوي. يعني النهارده عملت كفته الصبيط حضرتك. كفته الصبيط؟ اه دي كفته الصبيط. اه ممكن احط معاها جمبري، ممكن احط معاها سمك فيليه، زي ما انت عايزه مفيش مشكله خالص، دي كفته الصبيط. فحضرتك رجالك مقاديرها على الشاشه عشان تشوفيها، انا خدامك. هاتيلي مقادير النبي يا ست رضوى لست هاله، لان تقريبا عايزه تشوف الصبيط عملناه ازاي. بشكرك يا ست هاله على اتصالك. طيب تعالوا نفرط الرمان بطريقه بدائيه قوي، بطريقه بدائيه كده. بسم الله الرحمن الرحيم، اهو وادي بظهر السكينه.
امي الله يرحمها كان زمان لما اجيب الرمان دوت نفضيه وناخد القش ونشفه فوق السطوح. طب ليه اما بتنشفيه فوق السطوح؟ الله يرحمها. اي حد عنده مغص، اي حد عنده مغص، نجيب قش الرمان ده نغليه في شويه ميه وسبحان الله نشربه يضيع المغص. زي النعناع، زي الكراوية، زي اليانسون، زي بس ده كان مفعوله زي ورق الجوافة كده اللي عنده كحة بيغلي ورقة. الحاجات البدائية دي يا جماعة صحية جدا، بعيد عن الكيميكال والحاجات اللي هي الكيماويات والحاجات دي كلها. ايوه تسلم لي يا باشا. كده يبقى كده الرمان بتاعي فردته بطريقه سهله جدا وجميله جدا. الله هجيب لك المقادير دلوقتي على طول. زبادي وطحينه وعصير ليمون وتوم وزيت زيتون، نعناع وبابريكا وحمص مسلوق، وعندي بقدونس، كمون، حبوبات الرمان او رمان حب، وملح وفلفل. طيب ماشي، كل الكلام ده ماشي يا معلمي. ياد وديت المنبه فين؟ وديت القتين فين؟ طيب نجيب النعناع اهو. ادي ملح فلفل. نطلع بقى بكده. نعناع. ادي توابل. ادي الليمون. زيت الزيتون. اهو اللهم صل على النبي. ده كده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. استاذنكم واخد فاصل وارجع لكم تاني. ولا هغير محطة ولا هروح اي حته. رجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل، وادي البقدونس المفروم قدامنا. بقى الزبادي بالطحينه اللي احنا هنربط بيها السلطه كده.
نغير ونجدد في اكلنا، نشوف الصح ايه ونشوف احنا بنعمل كده. طعمها حلو جدا. يا عم مصطفى. الو شيخ شربين. السلام عليكم يا عم مصطفى. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. امورني يا عم مصطفى. انا عايز اعرف طريقتك الرقاق. اللي هي يا فندم؟ الرقاق. على عيني يا حبيب قلبي. من عيني يا حبيب قلبي. هاتي لي يا ست رضوى من فضلك الرقاق على الشاشه عشان عم مصطفى عايز يشوف الرقاق. حرام. يا سلام برادة وتموت في الشطة. كده ده طبق سلطة الرمان اللي احنا عملناها النهارده. زي ما اتفقت مع حضراتكم اجدد في اكلي. هي مفيش حاجه هتترمي. ليه؟ لان احنا بنعمل اختبارات على الاكل قبلها مره واثنين وثلاثه واربعه. مش هاجي اشتغل وانا هقول يوه دي باظت. حاضر يا فندم. احنا اول حاجه عملناها فراخ بزبده فول السوداني، وقلنا لحضراتكم ازاي نعمل زبده فول السوداني لو مش موجوده عندي. بعد كده عملنا كفته الصبيط بانيه، ممكن نعملها في الفرن، ممكن نعملها مقليه من غير بانيه، ممكن نعملها بالصلصه، بس انا بديت ان احنا عندنا نعملها حلوه بالمنظر ده. اخر حاجه عملناها الرمان، سلطه الرمان مع الطحينه والزبادي وحمص الشام. يا رب الرواح هتنزل لك على الشاشه دلوقتي اهي عشان خاطر ما نبقاش قصرنا معاك في حاجه. وادي الرقاق عندنا، رقاق طري ومرق وبصل، وعندي سجق ممكن او لحمه مفرومه ممكن، سمنه صفراء،
عندنا جبنه مبشوره، دي اخر مره عملناها رواق حديث الـ 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 يعني بنعمل حاجات جديده، ده مبتكر جديد يعني، حطينا له زودنا معاه سجق وزودنا معاه جبنه مبشوره. لو مش عايز اعمله باللحمه المعسجه وبس، لو مش عايز تحط فيه جبنه او سجق ادي له لحمه معسجه وهيبقى معاك زي ما انت شايف كده. يا استاذ علي سلام عليكم. ألو. ايوه يا علي. محمد عايش الشمين. كل سنه وانت طيب يا علي، عامل ايه يا حبيبي؟ عايز طريقه بيتزا. امرني. البيتزا حاضر يا حبيبي على عيني. بكره هنقول لعلي على البيتزا ان شاء الله، وممكن نعملها برضه على الشاشه لو عندنا وقت ان شاء الله. بشكرك على حسن متابعتك، وبشكر على ابراهيم طمان مخرجنا الجميل، وبشكر كل الكاست اللي معايا، ونشوفكم بكره على خير ان شاء الله. السلام عليكم.